السلام عليكم. المحاضرة لهذا اليوم هي سلسلة محاضرات الثالثة إلى الخامسة بعنوان Failure Resulting from Static Loading، مقدمة إلى طلبة الصف الرابع Mechatronics and Robot للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 لمادة التصميم الميكانيكي للكود أوف سبجكت CSE -ME-443 مقدمة من قبل الدكتور حازم حاتم عبد الكاظم. طلبة قسم هندسة السيطرة والنظم في الجامعة التكنولوجية. تضمن المحاضرة Introduction Examples of Static and Dynamic Loading Factor of Safety Maximum Shear Stress Theory اللي هي تريسكا كرايتيريا، ديستورجن انرجي ثيوري اللي هي فون ميسز كرايتيريا، ودكتل كولوم مور ثيوري، وكذلك هاي بالنسبه للدكتل ماتيريال. وبالنسبه للبريتل ماتيريالز عندنا ماكسيمم نورمال ستريس ثيوري فور بريتل ماتيريالز، وعندنا بريتل كولوم مور ثيوري وموديفايد مور. وايضا المحاضره تمتد إلى أمثلة محلولة. طبعاً الفشل يحدث في حالتين، أما في حالة أحمال استاتيكية أو في حالة أحمال ديناميكية. فعلى فرض أنه إحنا راح ندرس النظريات اللي تتعلق بالأحمال الاستاتيكية. شنو الستاتيك لود؟ الستاتيك لود is defined as a force which is gradually applied to a mechanical component and which does not change its magnitude or direction with respect to time. يعني هنا الحمل الاستاتيكي أنه هو عبارة عن قوة تطبق تدريجياً على مكون ميكانيكي والتي لا تتغير قيمتها أو اتجاهها بمرور أو مع الزمن. بالنسبة للإنجينيرينج ماتيريالز اللي راح تطبق عليها النظريات الفاتيك العفو الفيلر كرايتيريا اللي ذكرناها بالستاتيك لودينج، عندنا تنقسم إلى نوعين أو قسمين اللي هي دكتل ماتيريال و materials والبريتل materials. الخواص بالنسبة للدكتل materials has relatively large tension strain before fracture، يعني أنه يصير بها استطالة واضحة قبل حدوث الفشل أو الكسر، من أنواع structural steel والألومنيوم. بالنسبة للبريتل materials اللي هي small من خواصها يعني small tensile strain before fracture، يعني ما الزيادة بالطول أو الاستطالة مالتها بفحص الشد تكون غير واضحة للعيان، مثال ذلك الكاست ايرون. بالنسبة للmodes of failure عندنا 3 modes هنا: failure by elastic deflection يعني اللي يصير عندك انحراف اللي هو في حالة الإلاستيك، يعني مو بلاستيك، إلاستيك. مثال ذلك transmission shafting اللي هي أعمدة نقل القدرة. Maximum force acting on the shaft is limited by permissible elastic deflection. إذن القوة المؤثرة على الشافت تكون محددة بالمقدار التغير المرن المسموح به. Lateral or torsional rigidity is the design criteria. إذن هنا الرجيديتي تكون هي نظرية التصميم. النقطة الأخرى اللي هي failure by general yielding، إذا هنا يصير عندك خضوع اللي هي نوصل إلى plastic zone
example على هاي الحالة component made of ductile material yield strength is design criteria. إذن هنا كتصميم يفترض أنه أنت عندك قيمة اليلد للماتيريال اللي اخترته للتصميم و المفروض تكون الكرايتيريا مالتك تعتمد على اليلد، لازم يكون فد سيفتي فاكتور بحيث القوة اللي تطبق ما يحصل بها إجهاد يصل إلى قيمة اليلد. Failure by fracture، الفشل بواسطة الكسر. Example component made of brittle materials. إذا هنا إذا كان عندنا الماتيريال هو brittle فإذا ما يعتمد على اليلد، راح يعتمد على قيمة الشد، مقاومة الشد القصوى اللي هي ultimate tensile strength، وهي هاي تعتبر الديزاين كرايتيريا. وراح نجي نقول ليش انه هنا تطبق هاي الحالة ما يطبق اليلد. إذا ناخذ examples حتى نميز بين الستاتيك والديناميك لودينج، حتى الطالب يكون تصور شنو الفرق بين الأحمال الاستاتيكية والديناميكية. هنا إذا نشوف في هذا الشكل يوجد شخص هنا مستند أو معلق بعتلة خلف السيارة الإسعاف، ومع الحركة مال السيارة هو الشخص هذا يتأرجح، فالترجح راح يؤدي إلى تغير بالقوة المستندة أو القوة المؤثرة على العتلة اللي أو يعني قاعدة المسك، وبالتالي راح تكون هنا أحمال ديناميكية على المكان اللي يستند عليه أو متعلق بالشخص. نفس الحال لو كان الشخص واقف على هو هنا واقف على فد منصة أو على الأرض بدون حركة، إذا هنا صار بدل ما يكون دايناميك لود صار ستاتيك لود. فستاتيك لود لأنه الوزن مالته يأثر تأثير استاتيكي، بما أنه ساكن ما بيه حركة لا يقفز ولا يتحرك، لذلك فقط تأثير الحمل راح يكون على مكان اللي يوقف عليه. لو نجي هنا نشوف أيضا عندك فد عتلة ومحملة بحمل فورس مأثر عليها، فهنا راح يصير عندنا يعني أشبه بالبندنج لأنه ده تحاول هاي الفورس تحنين. أما هنا الأكسيال لود، الأكسيال لود يسوي فقط تنشن يوني أكسيال لود، إذا بيأثر أيضا بحالة الشفت أو العتلة اللي موجودة هنا، وصار عندنا هنا أكسيال وهنا صار عندنا بندنج. فهنا الإف أو البي هي قوى مسلطة على الكومبوننت اللي احنا نريد نسوي له تصميم ونشوف أنه هل يتحمل ولا لا. نجي هنا نشوف نقارن بين سيارتين، سيارة متوقفة على جسر أو على في مكان معين وسيارة تتحرك. بحركة السيارة راح تكون عندك صعود دامبينج، يعني صعود ونزول للسيارة، وبالتالي الصعود والنزول راح يؤدي إلى حدوث قوى غير متساوية، يعني قوى متذبذبة تكون مثل ساين ويف أو غيره. فشكل شكل التغيير القوى اللي موجود، فمعناته هنا عندنا دايناميك لودينج، بينما لو توقفت بدون حركه فقط الحمل هذا الوزن مال السياره راح ياثر على مكان الوقوف وبالتالي يسمى ستاتيك لودينج. هنا ايضا عندنا فد ميكانيزم او فد عتله معينه ومسلط عليها فد قوى هنا، فهاي القوى اذا كانت 1 اكسس 2 اكسس 3 اكسس المهم ده تاثر بها، فماكو فد حركه، يعني مجرد تاثر ونشوف انه هذا الشفت وهاي العتلة دي يتحملن القوة المؤثرة هنا لو ما يتحملن في حالة السكون، يعني هي متوقفة ودي تشوف هل راح يصير فشل أو ما يصير. بالنسبة للتصاميم لازم أنه المصمم يأخذ من اعتبار عوامل إضافية للحالة اللي هو دي طبق بها اللود، يعني الكريتيكال مثل الكرايتيريا اللي معتمدين بها اعتمدت على اليض، يعني مو أجي أني أقول الحد اللي يلد واقف بالنسبه لتحمل هاي الماده، لان من وصلت لليلد بدات الماده بالتشوه واحداث تغيير، لذلك لازم اني اطبق اللود بحيث يحدث لي اجهاد، الاجهاد يكون اقل من اليلد
فد فاكتور معين. فهذا الفاكتور يعتمد على الاستخدام وعلى خطورة يعني استخدام هذا الكومبوننت. يعني مثلا لو أنا أريد أصمم جزء من طائرة، جزء من طائرة يكون الأشخاص اللي يستخدمون هذه الطائرة معرضين لخطر كبير، لذلك لاح الفاكتور أوف سيفتي أزيد القيمة مالته. في جزء أقل خطورة راح تقل القيمة وهكذا، بس ما وصل إلى الفاكتور أوف سيفتي يكون واحد. ليش؟ لازم يكون أكبر من الواحد حتى أنه تكون قيمة الإجهادات دائما اللي المؤثرة أقل من حالة اليلد أو حالة الفراكتشر أو غيره اللي تكون خاصية المادة اللي دا أصمم على أساسها الكومبوننت. لذلك عندنا الN اللي هو فاكتور أوف سيفتي اللي هو يساوي فيلير ستريس على الألوبل ستريس. فإذن بالبسط اللي هو شي يكون الإجهاد اللي يكون يحدث به الفشل على الإجهاد المسموح به أو الإجهاد المطبق الأبلايد ستريس. فالمفروض الأبلايد ستريس أو الألوبل ستريس يكون أقل من الفيلير ستريس، وبالتالي قيمة N لازم تكون شنو؟ أكبر من الواحد. For ductile materials the allowable stress sigma is obtained by sigma يساوي SYT اللي هي tensile strength أو العفو yield، يعني ممكن yield strength على ال N. بالنسبة هاي إذا كان عندنا الدكتل. إذا كان عندنا brittle material ما عندنا قلنا yield، عندنا شنو ultimate strength أو ultimate tensile strength، فلذلك SUT على N. وهنا أنا معرف لك شنو الـ SUT والـ SYT. هنا أنا قيمة الـ أو قيمة الـ Factor of Safety قلنا تعتمد على عوامل معينة، منها Effect of Failure أو تأثير الفشل، Type of Load نوع الحمل شنو هو، حمل استاتيكي، حمل ديناميكي، عندك Fracture, Yield، عندك وهكذا. النقطة الأخرى Degree of Accuracy in force analysis، يعني انت اذا ما متاكد من القوه اللي محللها لازم تنطي فاكتور عالي حتى يعني تتفادى انه اكو قوه انت ما حاسبها بشكل دقيق. لكن اذا حسبت القوى المؤثره بشكل دقيق تقدر انت تنطي فاكتور اوف سيفتي قليل. material of components يعني ماده المكون اللي انت تسوي له التصميم ايضا هي ياثر بها او تاثر على قيمه الفاكتور اوف سيفتي. Reliability of components درجة الاعتمادية مال هالمكون هذا. Cost of components قيمة أو الكلفة مال هالكومبوننت، يعني إذا أجيب مادة X أو أجيب مادة Y اثنين يشتغلن بس واحد أرخص من الثاني، ليش أروح للغالي؟ ليش ما أروح للرخيص؟ لذلك أيضا الكوست أيضا يكون effective بالنسبة للفاكتور of safety. Testing of machine elements اختبار المكون الماكينة. Service conditions حالات الصيانة اللي تطبق على الكومبوننت. Quality of manufacture اللي هي نوعية التصنيع، نوع التصنيع أيضا يلعب دور في هل هو أنه casted الماتيريال، هل أنه راح تروح forging، هل يصير machining به وهكذا، هل أنه السطح اللي راح تشغله خشن لو نوع، لأن الخشن أيضا هو راح يكون هو مراكز تكون إجهادات وبالتالي يصير بفشل. فشنو نوع التشغيل اللي راح يسوي أيضا يأثر على الفاكتور أوف سيفتي. The selection of magnitude of the factor of safety اختيار قيمة factor of safety أو عامل الأمان. هنا منطيق يعني الكرايتيريا حسب نوع الماتيريال. إذا كان كاست ايرون هو البريتل قلنا المكونات تصنع من كاست ايرون تنطي لارج فاكتور اوف سيفتي من 3 إلى 5. للدكتور ماتيريالز اللي تكون معرضة إلى ستاتيك فورسز أو قوى ستاتيكية يكون الفاكتور اوف سيفتي من 1.5 إلى 2. الدكتور ماتيريالز الماتيريال كومبوننتس which are subject to external fluctuating forces يعني قوى متغيرة الفاكتور اوف سيفتي يكون 1.3 الى 1.5. For components such as CAMS
and followers يعني عمود الكامات مثلا او الكامات والتوابع لها gears دروس rolling contact bearings يعني الحوامل اللي يكون بها التماس على شكل رول اسطواني factor of safety يكون من 1.28 الى 2.5 for components of buckling considerations such as piston rods power screws or studs factor of safety 3 to 6 لذلك هنا البكلينج اللي هو مثلا على اعتبار على افتراض انه عندك في الشفت او في الكومبوننت يكون الطول اكبر بكثير من القطر او السمك او مساحه المقطع مقارنه لذلك من تسلط عليه كومبريشن راح يحاول انه اذا كان ضعيف يصير به اعوجاج فاحنا حتى نشوف نتخلص من هالظاهره هاي نعطي فاكتور اوف سيفتي كلش عالي حتى نتخلص من هيك شيء احتمال. بالنسبه للدكتل ماتيريالز ار نورمالي كلاسيفايد ذات او such ذات السترين ات فراكشر اكبر ويساوي 0.05 يعني الانفعال عند الكسر يكون اكبر ويساوي 5% يعني اذا كان عندي فت شافت طوله 100 اذا كان بالفشل يعني من سويت عليه تنسل تيست او اختبار شد ووصل طوله الى 105 او 110 او 120 يعني اقل شيء 105 معناته هذا الشفت هو المادة مالته هي مادة مطيلية زين هاي أول حالة فلذلك الـ EF اللي هو is a strain at fracture اللي هو الانفعال عنده شنو الكسر and have an identifiable yield strength that is often the same in compression as in tension إذن الـ yield strength مقاومة الخضوع المعرفة مالته هي غالبا راح يكون قيمتها متساوية بالـ tension وشنو والـ compression إذن الـ yield strength هي متساوية الـ yield strength بالـ tension والـ yield strength بالـ compression هاي وين بالـ ductile material البريتل ماتيريال شلون نميزه اذا جينا سوينا سلطنا تنسل تيست على الشافت او اي كومبوننت وشفنا انه عند الكسر الطول او الانفعال مالته صارت قيمته اقل من 5% 0.05 لذلك هذا نحكم عليه انه شنو البريتل ماتيريال لذلك سووا اختبارات كثيره حقيقه حتى يشوفون يا ماتيريال صار تحت البروبرتيز اللي تدل على انه دكتل ويا ماتيريالز اللي البروبرتيز مالته تشير الى انه شنو البريتل من خلال اختبارات التنسل تيست اللي نشوفها ونشوف ايش قد يكون عندنا الانفعال قيمته عند الفراكشر وهاي النظريه او هذا الشرط يحكمنا بهل انه الماتيريال بريتل لو دكتل هنا بالبريتل ماتيريال يقول لك classified by ultimate tensile and compressive strength إذن هنا ممكن نروح للتنسل أو نروح للcompressive strength الultimate يعني قيمة الشد أو الكبس أو الضغط مقاومة الضغط أو الشد القصوى هي اللي نقدر نحكم بها الـ property of material هل هو brittle أو ductile فلذلك الـ ductile يمشي على شنو؟ على الـ ultimate ما يمشي على الـ yield يعني هنا شفنا الـ ductile مشي على الـ yield أخذنا بينما بالـ brittle ورحنا الـ ultimate tensile or ultimate compression نعم وهنا الـ SUC الـ compression طبعا is given as a positive quantity رغم أنه ضغط يعني المفروض سالب بس للحسابات مالتنا نعطيها شنو؟ نعطيها موجب.
طبعا هاي النقطة أيضا لازم نتطرق لها، يعني عبرناها، اللي هي conditions for selecting higher factor of safety، الحالات اللي ممكن أنه تتطلب اختيار عامل أمان عالي. فموجود عندنا مجموعة من الحالات بشكل سريع نتطرق لها: the magnitude and nature of external forces acting on the machine component cannot be precisely estimated. يعني إذا ما قدرنا نحسب القوى المؤثرة الخارجية على الكومبوننت اللي بيسوي تصميم، لذلك نعطي فاكتور اوف سيفتي عالي حتى يعني نختصر التخوفات إذا كانت قوى أخرى غير محسوبة. النقطة الأخرى: it's likely that the material of the machine component has non-homogeneous structure. أكو material يكون غير متجانس. إذا كان الماتيريال غير متجانس المادة مالته، فهذا يتطلب أنه راح تكون تأثيرات القوة متغيرة حسب الماتيريال أو عدم التجانس مال هالماتيريال هذا. لذلك أيضا يحتاج إلى سيفتي فاكتور عالي. النقطة الأخرى: the machine component is subjected to impact force in service. يعني أكو بعض الكومبوننتس بالمكائن راح تتعرض إلى قوة صدمية أثناء الخدمة، فهاي إذا تتوقع أنه أكو عندك هيك حالة أيضا السيفتي فاكتور لازم شنو نزيد. There is a possibility of residual stresses in the machine component. الإجهادات المتبقية هاي طبعا تجي إذا أنت مثلا عرضت الماتيريال إلى مثلا تشغيل أو طرق أو لحام، فراح يصير إجهادات حرارية. هاي الإجهادات الحرارية تؤدي إلى تغيير بشكل المعدن أو المادة، وتحاول هاي المادة أنه هي تكون في حالة توتر، يعني تريد ترجع إلى وضعها الأصلي، لذلك أنه توقع بمرور الزمن راح تعيد نفسها وترجع إلى وضع غير الوضع اللي أنت انصنعتها به. لذلك لازم أنه أنت تخلي سيفتي فاكتور عالي لهيجي حالات. The machine component is working in a corrosive atmosphere. يعني بعض المكونات للمكان تعمل في ظرف يعني مع مواد كيميائية أو جو يؤدي إلى حالة الكوروزيف أو الكوروجين اللي هي التآكل. النقطة الأخرى: the machine part is subjected to high temperature during operation. أكو بعض المواد أثناء الخدمة تكون معرضة إلى حرارة عالية، مثل مكان الاحتراق الداخلي، شوف داخل يعني ماكينة الطائرة، المحرك الطائرة، محرك السيارة، شوف درجات الحرارة اللي يتعرض لها الكومبوننت درجة حرارية عالية، فلذلك أنه لازم تكون محافظ على خواصة في هاي الدرجات. أيضا لازم ناخذ سيفتي فاكتور عالي. إذا هنا الثيوريز اللي بشكل عام هي مقبولة للستاتيك لودينج كرايتيريز بالنسبة للدكتل ماتيريال، اللي هي عندنا ماكسيموم شير ستريس ثيوري وديستورجن انرجي ثيوري، وعندنا الدكتل كولوم مور ثلاثة. بالنسبة للبريتل ماتيريالز اللي تاخذ على النوت يلد، تاخذ على فراكشر كرايتيريا الماكسيموم نورمال ستريس، وعندنا هنا بريتل كولوم مور، كانت بالحالة الأولى دكتل كولوم مور، هنا صارت بريتل كولوم مور and its modifications، وعندنا modified more. هاي الحالات اللي احنا طرقنا. بشكل عام هذا الفلو شارت، يعني هذا يعطيك انه انت كجايد تخليه قدامك، وانت تقدر من خلال هالجايد هذا تختار يا نظرية راح تطبقها للديزاين كرايتيريا اللي راح تشتغل عليه. فمثلا اذا كان عندنا السترين هات فراكتشر اكبر ويساوي 5%، اذا الماتيريال هو يعتبر دكتل ونمشي بهالاتجاه. هل انه اذا كان دكتل اليلد في التنشن نفس اليلد بالكومبريشن؟ اذا كان يس تروح لهنا، اذا كان نو
تروح للدكتل كولوم مور، يعني هاي تطبخها فقط إذا كان عندك دكتل ماتيريال، وإذا كان اليلد بالتنسايل لا يساوي اليلد شنو بالكومبريشن. أما إذا كان اليلد إذا كان هو دكتل واليلد بالتنشن يساوي اليلد بالكومبريشن، تروح لهنا للحالة هل أنه الحالة كونزرفاتيف. هاي طبعا يعطيك اياها بالسؤال، يقول لك اذا ما منطيك تطبخين الاثنيناتهم، اذا قال لك كونزرفاتيف وين تروح الماكسيموم شير ستريس، ما تروح للدستورجن انرجي. اذا ما قال لك كونزرفاتيف طبخين الاثنيناتهم، فهنا عندنا تطبخين كل معادله كل عفو نظريه بها رقم المعادله اللي تحكم هاي النظريه تطبخها بالحق. اما اذا كان السترين ناتي فراكشر اقل من 5%، طبعا اذا انطاك القيمه انطاك، اذا ما انطاك القيمه ينطيك فد ماتيريال تروح انت للجدول تطلع هل انه ايش قد قيمه السترين ناتي فراكشر، اذا اكو جدول متوفر، اذا ماكو جدول لازم انه تعطى فيه السؤال. فهنا هل انه كونزرفاتيف، اذا يس تروح للبريتل كولوم مور، واذا كان non-conservative تروح للموديفايد. هاي عندك نظريتين ممكن نطبق اي وحده من عندهم اذا كان الماتيريال هو شنو. بالنسبه للماكسيموم شير ستريس ثيوري فور دكتل ماتيريالز، هاي تسمى تريسكا او تسمى جيست ثيوري. اذا الاثنين هن تنطبق. اذا قال لك يعني solve the problem using guess theory، لازم انت تعرف الجيس ثيوري نفسها الماكسيمم شير ستريس ثيوري، او اذا قال لك تريسكا ايضا لازم تعرف. احنا ذا ماكسيمم شير ستريس ثيوري predicts that yielding begins whenever the maximum shear stress in any element equal or exceed the maximum shear stress in tension test specimen of the same material when that specimen begins to yield. The maximum shear stress theory is also referred to as the Tresca or Guest theory. إذن هنا هاي النظرية تتنبأ بحدوث اليلد عندما تكون حالة الإجهاد القص الأقصى في أي عنصر مطلوب تصميمه يساوي أو أعلى من إجهاد القص الأقصى في حالة اختبار الشد للعينة لنفس الماتيريال. عندما العينة تبدأ بشنو؟ بالخضوع. وأيضا هنا نشير إلى أنه الثيوري أيضا تسمى بتريسكا أو تسمى بالجيست. طبعا عدة نظريات تفترض أنه الاعتماد يكون على أساس النتائج التي يتم الحصول عليها من اختبار الشد، حيث أنه الشريحة اللي تستخدم في اختبار الشد وتعرض إلى حالة التنشن بالنسبة للدكتل ماتيريال راح تتكون عندنا خطوط انزلاق تسمى لودر لاينز. طبعا هاي خطوط الانزلاق راح يتم مشاهدتها بشكل زاوية 45 درجة عن محور تطبيق الشد، يعني قوة الشد على الشريحة. هاي السليب لاينز أو خطوط الانزلاق هي هاي تكون بداية التشكيل أو بداية تكوين الخضوع، يعني المعدن يبدأ المادة تبدأ تخضع عند تكون السليب لاينز، وتبدأ تستمر هاي إلى أن توصل إلى حالة الفراكشر. فالفراكتشر لاينز أو خطوط الكسر راح أيضا تكون مشاهدة بزاوية تقريبا 45 درجة عن محور الشد،
وحيث أن الإجهاد القص يكون قيمته وتكون قيمته القصوى عند زاوية 45 درجة من محور الشد، يعني هذا أنه يكون مؤشر على الاعتقاد بأن هناك أو هي آلية الفشل. يعني وجود هاي اللاينز اللي بزاوية 45 درجة هو هذا مؤشر على أنه هاي هي آلية الفشل حدثت. طبعا هنا مع أنه النظرية الماكسيموم شير ستريس ثيوري تكون مقبولة من ناحية التنبؤات، لكن أكو عليها تحفظات للتنبؤ بالفشل. وهاي طبعا التحفظ يعني من صفة طبيعة المهندسين أيضا يكونوا متحفظين، لذلك هاي تكون يعني مشابهة يعني مقبولة من قبل المهندسين، لأن أيضا المهندسين يكونوا متحفظين بطبيعتهم. لذلك المهندس يميل لاستخدام هاي النظرية، لكن عليها بعض التحفظات منها من خلال النظرية الأخرى اللي راح يتم التطرق لها، اللي هي الاستورجن انرجي، اللي تكون أكثر دقة للنتائج. طبعا هنا من خلال فحص الإجهاد الشد البسيط والقانون اللي يحكمه اللي هو سيجما يساوي بي اوفر اي، الاجهاد يساوي قوه على مساحه المقطع، و اجهاد القص الاقصى يحدث ب او يحصل ب على سطح مائل بزاويه 45 درجه، قلنا من اتجاه الشد، وتكون قيمته شير ماكسيموم هو عبارة عن الإجهاد المسلط على 2، يعني نصف الإجهاد بالضبط. لذلك الماكسيموم شير ستريس في حالة الييلد، بدل ما نقول السيجما راح نعوض الييلد، فالشير ماكسيموم يساوي الاس واي اللي هو الييلد سترينت على 2، والشير ماكسيموم بشكل عام اللي هو سيجما على 2 قلنا اللي هو نصف الإجهاد. هنا إذا ناخذ الجنرال ستيت اوف ستريس، طبعا توجد هنا بالحالة ثلاث إجهادات رئيسية اللي هي 3 principal stresses، ويمكن إيجادها بالأوردر التالي اللي هو سيجما 1 أكبر ويساوي سيجما 2 أكبر ويساوي سيجما 3. طبعا هاي الإجهادات الرئيسية الثلاثة، العلاقة بينها وبين الماكسيموم شير ستريس تكون الشير ماكسيموم يساوي سيجما 1 ماينس سيجما 3 على 2. Thus for general state of stress the maximum shear stress theory predicts yielding when، يعني حالة النظرية تطبيق النظرية اللي هي الماكسيمم شير ستريس ثيوري تتنبأ اليلد عند يا حالة عند هاي الحالة، الحالة اللي يكون بيها الشير ماكسيمم يساوي سيجما 1 ماينس سيجما 3 على 2 اللي هو نفس هذا، ويكون أكبر ويساوي اليلد على شنو؟ على 2. فإذا نجي هنا طبعا هنا يحدث يعني معناته الفشل عند هاي القيمة، الفشل يحدث أو قيمة الإجهاد العفو قيمة القص الإجهاد القص الأقصى يحدث عند تحقق هذا الشرط، ويحدث نفس الوقت إذا كان عندنا قيمة اليلد مقسومة على 2. فلذلك هنا نختصر الاثنين من جهتين، راح يكون عندنا سيجما 1 ماينس سيجما 3 أكبر ويساوي شنو؟ اليلد. من هاي النقطة نقدر نقول أنه اليلد سترينث آت شير يساوي نصف اليلد سترينث. وبهالحالة راح نرجع إلى هذا القانون، وهذا القانون اللي قلنا السيجما 1 ماينس سيجما 3 أكبر ويساوي SY،
من خلاله نقدر ندخل قيمة الان. احنا هنا هذا هو يحدث عندنا الفشل اذا كانت قيمة سيجما 1 ماينس سيجما 3 اكبر من اليلد عند حدوث حالة شنو؟ القص. لكن اذا اريد انه نكون بالسيف سايد لازم انه نشيل الاكبر ويساوي نقلل مكانها يساوي ونخلي السيفتي فاكتور. لذلك هاي نحولها بدلالة السيفتي فاكتور، نقول سيجما 1 ماينس سيجما 3 يساوي اس واي على ان. هذا شنو معناه هنا؟ معناه انه الاجهادات الرئيسيه اللي هي سيجما 1 ماينس سيجما 3 تساوي اليلد على ان، معناتها قيمتها لازم تكون شنو؟ اقل من اليلد اذا اخذنا الان اكبر من الواحد. فهو طبعا السيفتي فاكتور لازم يكون قيمته اكبر من الواحد حتى احنا نكون نعمل بالسيف سايد. فاذا جبنا الان هنا خليناه راح يكون عندنا الان ايش يساوي؟ الاس واي على سيجما 1 ماينس سيجما 3. فمعناتها البيرمسبل او الالاوبل ستريسز لازم تكون قيمتها اقل من شنو؟ من اليلد حتى تكون قيمه الان اكبر من الواحد. طبعا معظم التطبيقات ما تخضع الـ 3 principal stresses وتكون محكومة بالـ pain stress. الـ pain stress معناتها الإجهاد يكون إجهاد الثالث يكون ملغي أو قيمته مقاربة مساوية إلى الصفر وراح ناخذ إجهادين. فالـ pain stress is a very common state of stress in design. إذن اللي هو الحالة الأكثر يعني استخدام في حالة الإجهاد عند التصميم أو عند تصميم مكون ما. However, it is extremely important to realize that plane stress is a three-dimensional state of stress. Plane stress transformation in section 3-6 are restricted to the in-plane stresses only, where the in-plane principal stresses are given by equation 3-13 and labeled as sigma 1 and sigma 2. إذن the principal stresses هنا تم تحديدها بالplane stress وقلنا راح ياخذ بس قيمتين او اجهاديين وهنا تم تسميتهم سيجما 1 وسيجما 2. لذلك هنا سيجما 1 وسيجما 2 راح تكون لها علاقه بالبرنسبل عفوا بالنورمال ستريسز. فسيجما 1 داش او كوما سيجما 2 يساوي سيجما اكس بلس سيجما واي على 2 زائد ناقص تحت الجذر هاي القيمه سيجما اكس ماينس سيجما واي على 2 الكل تربيع بلس تاو اكس واي الكل تربيع تحت الجذر التربيعي. فهنا سيجما 1 راح ياخذ اشاره الزائد مع هذا الحد وسيجما 2 ياخذ هذا الحد ماينس هذا الحد. لذلك سيجما 1 تكون قيمتها الماكسيموم وسيجما 2 قيمتها المينيموم. هنا طبعا يعني الـ principal stresses in plane of analysis أو في مستوى التحليل تكون يعني معتمدة بشكل عام على ثلاث إجهادات رئيسية، لكن الإجهاد الثالث اللي يكون خارج الـ plane إذا أخذنا plane stress راح تكون قيمته شنو؟ صفر. راح ناخذ فقط من اجهاديين. هذا يعني انه الاوردرينج مال سيجما 1 اكبر ويساوي سيجما 2 اكبر ويساوي سيجما 3 للثري دايمشنال اناليسيز المعتمد على المعادله 5-1 يكون يعتمد يعني المعتمد على العفو معادلة 5-1 راح ما نقدر نطبقها إلا إذا افترضنا قيمة المحور الثالث أو الإجهاد الثالث صفر. لذلك راح ناخذ
سيجما 1 وسيجما 2. طبعا هنا ممكن انه تقدر توضح النظريه الماكسيمم شير ستريس ثيوري بواسطه ال فور بلين ستريس، يعني المستوي اللي ياخذ تو دايمنشنال، قلنا تو دايمنشنال ونلغي المحور الثالث او الاجهاد الثالث. هنا راح نسمينا السيجما اي والسيجما بي هي البرنسبال ستريسز، وعندنا معتمد على الاوردر اللي هو سيجما 1 اكبر ويساوي سيجما 2 اكبر ويساوي سيجما 3، وعلى فرض انه سيجما اي وسيجما بي. يعني assuming that سيجما اي عن سيجما بي تكون تشكل عندنا ثلاث حالات تطبيقيه للبلين ستريس. فهاي المعادله هي سيجما 1 ماينس سيجما 3 أكبر ويساوي سيجما واي. ناخذ الحالات الثلاثة. الحالات الثلاثة إذا كان عندنا الكيس الأول السيجما أي وسيجما بي اثنيناتهم أكبر من الصفر، معناتها موجبات اثنيناتهم. بهاي الحالة سيجما 1 يساوي سيجما أي وسيجما 3 شنو؟ يساوي صفر. الأسامبشن عندنا هذا إذا كان هاي الحالة. معناتها سيجما اي اكبر ويساوي الاس واي. الحاله الاخرى الثانيه اذا كان السيجما اي موجب وسيجما بي سالب، اذا قال لك سيجما اي اكبر ويساوي صفر وسيجما والصفر اكبر ويساوي سيجما بي، اذا هذا موجب وهذا سالب. الاسامبشن راح يعني خلينا نوصل الى السيجما 1 يساوي سيجما اي والسيجما 3 يساوي سيجما بي، وهنا عندنا سيجما اي ماينس سيجما بي اكبر ويساوي اس واي. الحاله الثالثه اذا كانت قيمه السيجما اي والسيجما بي اثنيناتهم اقل شنو من الصفر، يعني معناتها قيمتهم سالبه. في هذه الحاله سيجما 1 يساوي صفر والسيجما 3 يساوي سيجما بي، وعندنا ايكويشن 5-1 راح تعطي ان سيجما بي اصغر ويساوي ماينس اس واي. إذا هاي الحالات الثلاثة راح نشوفها بالرسم. نعم، هذا الرسم اللي راح نشوفه به، وراح يبين لنا من خلال الرسم الـ yield envelope. الـ yield envelope يعني المنطقة اللي يكون بها safe side والمنطقة اللي خارج راح يكون بها yield. فهنا الرسم اللي راح يكون عندنا ان سيجما اي وسيجما بي اللي هي البرنسبال ستريسز، وعندنا الاس واي و بالموجب والاس واي بالسالب، اس واي بالموجب اس واي بالسالب، فكل واحد راح يشكل لنا فد مربع، يعني هذا مربع هذا مربع هذا مربع هذا مربع، لكن هنا يكون التوصيل بس هذا مربع وهذا مربع، وهنا يكون التوصيل بهذا الشكل وهذا يكون التوصيل بهذا الشكل. ونجي نشوف الكيسز الثلاثة اللي طلعناها. الكيس الأول قلنا عندما سيجما اي أكبر يساوي سيجما بي أكبر يساوي صفر، إذا قيمة الـ A سيجما اي وسيجما بي اثنيناتهم بالموجب، فهنا صار بهذا الزون. وإذا كان اثنيناتهم سالب راح ناخذ الكيس 3 هنا، وإذا كان واحد موجب واحد سالب ناخذ كيس 2، وهاي الكيس not applicable. إذن عندنا 3 cases، هذا الكيس وهذا الكيس وهذا الكيس. وهنا راح يظهر عندنا اللود لاين، مثل إذا كان عندنا سيجما اي قيمتها لهنا وسيجما بي هنا، نقاطعهن نحصل على نقطة نوصل من الأوريجين هذا إلى هاي النقطة ونمدها، راح يصير تقاطع بينها وبين الخط اليلد. فلذلك راح نقدر عن طريق حساب، لازم هذا واحد يشتغله سكيل على خطوط بيانيه ويعرف كل مسافه ايش قد تعني ايش قد قيمتها بالنسبه للوحدات السيجما او الستريسز. وحدات الستريسز يعني مثلا هنا عندك 500، معناته انت لا تجي تقسم 5 كل واحد يعني 100 وهكذا.
حتى تيجي بعدين من بالمسطرة تحسب الحساب مثل ما تقول الآن راح نقدر نعرف السيفتي فاكتور من خلال الرسم مباشرة، تقدر تطلع بدون حسابات تاخذ الاو بي على الاو اي راح يطلع قيمتنا. فهذا الرسم ضروري واحد يطبقه بحالات راح تجي أسئلة عليه يتعلم، هي مجرد خطوط ويرسم بسكيل، ومن خلال السكيل يرسم اللود لاين، واللود لاين هاي النقطة تمثل لك قيمة السيجما اي والسيجما بي هنا، والامتداد مالته راح يشكل لك الخط اللي يتقاطع مع اليلد، معناته خارج الخط ايش راح يصير عندك فشل، داخل الخط وش يصير هي السيفتي. اذا انت الشغل مالتك لازم الاجهادات ما تتجاوز الخط، اقل من الخط بمكان اللي هو احنا نشوف الفرق بين الخط اللي يوصل لي اليلد عن الخط اللي النقطه اللي مطبقين بيها الاجهاد، اكو فارق، الفارق هو هذا عباره عن شنو؟ الان اللي هو السيفتي فاكتور. طبعا هذا الحكي هو اللي قلناه اللي هو ال N يساوي ال OB على ال OA، وهنا ايضا شارح لك الشير ماكسيموم بدلاله ال SY شلون طلعناه العلاقه وشنو فرق يعني حاله البلين ستريس اللي اخذناها. وهنا اكو عندنا سبيشال كيس وين 1 نورمال ستريس از 0 ان ذا بلين say sigma x and shear xy have values and sigma y يساوي صفر. هاي فقط عندنا ال special case في هذه الحالة. It can be easily shown that this is case 2 problem and the shear stress determined by equation 314 is اللي هو شنو؟ شير ماكسيموم. إذا شير 1 أو تاو 1 وتاو 2 يساوي زائد ناقص تحت الجذر سيجما إكس ماينس سيجما واي على 2 الكل تربيع بلس تاو إكس واي الكل تربيع. فإذا هنا البرنسبل شير ستريسز إلها علاقة بالنورمال. هاي تطبق عند الكيس 2. ولازم ترجع للشروط مال كيس 2 حتى تقدر تطبق هاي الحاله.